من المفترض أن يكون لتفعيل نظام الميكنة على جميع معاملات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبشكل كامل أثره الواضح على تسهيل معاملات المعاق من خلال توفير الوقت والجهد عليه. النقلة اللي أحدثت في نظام الميكنة أن كانت المعاملات والخدمات اللي تقدم للمعاقين كانت تستغرق بعضها إلى أشهر، وكان هناك ضياع للملفات وضياع للأوراق، أمور كثيرة يعني. لكن الآن الوضع اختلف كلياً، بدأ تيسير العمل أكثر خصوصا في التقديم الجديد اللي قاعد يحصل الآن. المعاملات بدأت أسرع، في بعض المعاملات تخلص في نفس اليوم، في بعض المعاملات تأخذ لها يوم، في بعض المعاملات 48 ساعة، أقصى معاملة راح تأخذ من أسبوع إلى 10 أيام باستثناء التأمينات اللي الآن إحنا في طور التنسيق معهم. ورغم تأكيد هيئة الإعاقة على سرعتها في إنجاز معاملات ذوي الإعاقة، إلا أن المعاق لا يزال يشتكي من بعض التحديات التي تواجهه داخل أروقة الهيئة. أنا بالنسبة للقرار التعليمي قدمت تظلم على القرار التعليمي من تاريخ 12/3/2017، حنا اليوم 4/10، تخيل إلى الآن ما حد اتصل ولا حد قال ترى القرار جاهز أو شهادة روح استلمها، إلى الآن ما في شيء. يعني أنا جاي بشوف في شيء ولا لا. أنا بالبيت الحين قاعد أعاني، الولد عنده تأخر ذهني. طيب تأخر ذهني الحين هو ما قاعد يدرس. إذا ما قاعد يدرس يعني قاعد ترتب عليه مشاكل عندي بالبيت، أنا قاعد أعاني. هني الجماعة جزاهم الله خير مجتهدين، لكن اجتهادهم ما قاعد يجيب نتيجة. أنا مشكلة البنت إنها عندها فشل كلوي، وبعد ما سوينا لجنة عطونا هي بسيطة، كأنه ما فيها شيء، وهي فشل كلوي تام. أنا ماني عارف ليش عطوني بسيطة، عشان كذي قاعد أسأل، وسويت كتاب تظلم، والحين أنا ناطر ردهم لنا. لكن أنا أتكلم على اللجنة، إن البنت يعني شلون عطوني بسيطة وهي عندها فشل كلوي، وشبيهينها معطينهم شديدة ومتوسطة. التأخير يصير بكل مكان، مو هني بالداخلية، في بأي وزارة في تأخير. بس شنو التأخير؟ مو قصد انت في بينك وبينهم شيء، التأخير من تكدس المعاملات. والله الحمد لله، الحمد لله راضين على كل شيء، على خيره وشره راضين من الله سبحانه وتعالى. ولا تزال هيئة ذوي الإعاقة تشهد إطلاق المزيد من الخدمات التي من الممكن لها أن تسهل أمور المعاق وهو في بيته، بدلا من الذهاب والإياب والانتظار. ففي السابق كانت الإجراءات غالبيتها أكثر من 90% هي إجراءات يدوية تتم عن طريق المعاملات الورقية، وقد تستغرق المعاملة أحيانا ما بين شهرين إلى أكثر. طبعا مع تطبيق النظام الآلي المعاملات حاليا أقل معاملة تأخذ 5 دقائق، مثل الشهادات السريعة، عندك شهادات تخفيف العمل، شهادات المكلف، عندنا تجديد شهادات الإعاقة، فتح ملف طبي جديد. طبعا في وجود الشروط، وايد من الإجراءات تم ميكنتها، إصدار الهويات، لوحات السيارات، يعني أنت راح تشهد فعلا نقلة كبيرة في الإجراءات. في عندنا خدمة راح نطلقها قريبا اللي هي خدمة الأونلاين، يتيح لكل معاق أنه هو يدخل أونلاين على صفحتنا ويسجل ويدخل بياناته، طبعا من خلال أخذ يوزر نيم وباسورد. أول ما يتم تفعيل هذه الخدمة راح نطلقها إن شاء الله ونعلن عنها في الوسائل والصحف المحلية إن شاء الله. يعمل نظام الميكنة على تقليل الدورة المستندية وإطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية بهدف خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي. خالد الفارس، الرأي.